مرحبا بكم في هذا الشرح، حيث سنقوم بربط روتور لكات جي بحاسوب مدمج اورانج باي بي سي 2. في هذا الشرح سنستخدم الاورانج باي كخادم، ونستخدم روتور لكات جي كنقطة ولوج للانترنت، ومن ثم نقوم بتنصيب في بي ان على الحاسوب المدمج والدخول الى هذا الحاسوب من شبكات أخرى وأينما كنتم في العالم. فلا داعي لإعداد أي شيء في الشبكة، فقط تستخدمون الأدريس أي بي الخاص بالفي بي إن بعد إعداد هذا الحاسوب المدمج وربطه بخادم، حيث أن هذا الأورانج باي سيرتبط بسيرفر عبر الإنترنت عبر شبكة 4G، والكلاينت سيوجد في شبكة أخرى سيرتبط بالخادم، ومن ثم سنتمكن من الدخول إلى حاسوب الأورانج باي. بهذه الطريقة أصبح لدينا خادم نستطيع الولوج له من أي مكان على وجه الأرض من دون الحاجة إلى إعدادات معقدة، فقط تقومون بإعداد الفي بي إن في المرة الأولى وانتهى الأمر. ترقبوا معنا الجانب العملي من هذا الشرح. مرحبا بكم في هذا الجانب العملي من شرح الأورانج باي وتينك في بي ان. فهذه هي الصفحة الرسمية لمشروع تينك في بي ان، فهو متواجد على لينكس، ويندوز، ماك، فري بي اس دي، ومكتوب بلغة سي، فالكود فهو جد محمول بين المنصات. تقومون بتنصيب هذا التطبيق عن طريق apt-get install tink، فأنا أصلا أتوفر عليه. نفس الشيء هنا، تقومون ب apt-get install tink، بعد ذلك تدخلون على المجلد tink وتقومون بإنشاء مجلد نسميه مثلا profile 100. بهذه الطريقة ندخل على بروفايل 100، وهنا سنكتب الكونفيجوريشن الجديدة. فهذه المجلدات هي عناوين للبروفايل، فالبروفايل الذي قمت بإنشائه هو هذا، فهو في بي ان. يجب التوفر على ملف تينك اب، فتينك اب يحتوي على الادريس اي بي ستاتيك، او تقومون بالدي اس بي إذا كان الخادم يتوفر على DHCP. و tink.config فهو ملف الإعداد يحتوي على اسم البروفايل، فهذا هو اللابتوب. سيقوم بكونكت لـ IRM64، فهذا هو البروفايل الخاص بالسيرفر. فمجلد هوست يحتوي على البابليك كي لكل الآلات التي سنرتبط معها، فهنا هذه هي البابليك كي الخاصة باللابتوب، وهنا نجد البابليك كي الخاصة بالخادم والأدرس اي بي للخادم. نفس الشيء هنا، نجد tink.conf يرتبط مع بروفايل IRM64، و tink app يحتوي على ادريس اي بي الفيرتشوال ادريس اي بي والبابليك كي ومجلد هوست، فهو يحتوي على جميع البابليك كي، فهذا هو البابليك كي الخاص بالاورانج باي، وهذا هو البابليك كي الخاص بالحاسوب باللابتوب. وجب القيام بنفس هذه الخطوات على خادم على الانترنت، يعني انشاء مجلد وانشاء ملف التينك. وجب فقط حذف كونكت تو، لان الخادم قد لا يرتبط مع اي شيء، وقد يرتبط اذا كان يرتبط مع خادم اخر، يعني فقط الكلاينت تتوفر على كونكت تو. الآن ما قصة الأدريس IP، Virtual Address IP؟
فايل فيرتشوال ادريس اي بي هي عناوين اي بي افتراضيه سنستخدمها على الفي بي ان فوق شبكه الانترنت. يعني فوق شبكه الانترنت نقوم بصناعه شبكه خاصه بنا تستخدم برايفت اي بي، والبرايفت اي بي تجدونها معرفه في الاف اف سي 19.18 وهي كالتالي 10.000 على 8 و172 16 على 12، وتنتهي هذه في 31 والأخرى تنتهي ب255. أما أغلب الناس فيعرف هذه 192 168 على 16 فهي أشهر برايفت اي بي تستخدمها الروترات، ولقد اخترت استخدام 10.00. فهذا هو public private IP الذي اخترته، فهو 10.21.0 على 24. فاللابتوب له 13 كاي بي وأورانج باي له 16 والخادم له 12. التينك فهو مرتبط بهذا الخادم، وأيضا اللابتوب فهو مرتبط بهذا الخادم. نقوم بالإف كونفيج، نلاحظ أن هناك انترفاس باسم البروفايل لها أدرس أي بي فيرتويل. الآن نقوم ببينج على 10.21.12 وهي الأي بي الخاصة بالسيرفر، كما تلاحظون فهي تشتغل، ومن ثم البينج على 10.21.16 نلاحظ أن البينج على الأورانج باي فهو يشتغل. الآن سنقوم بإيقاف هذا الديمو والمرور على شبكة أخرى. هنا أذهب إلى شبكة الأدسل، فهذا هو روتور 4G يرتبط معه الأورانج باي. أذهب إلى شبكة الأدسل، اوكي، ومرة اخرى ساقوم باطلاق ال VPN والبينج على 10.21.16. الان لا استطيع الدخول على هذه النافذة لاننا قمنا بتغيير الشبكة. قم فقط بكلوز والبينج على الاورانج باي، فانا لا احتاج ان اعرف الادرس اي بي الخاصة بي 4G او اعدادات شبكة 4G، فقط بينج مباشرة على الادرس اي بي الخاصة بالفي بي ان. نلاحظ ان اللاتونس فهي مرتفعة نسبيا لان العملية تمر عبر خادم في الانترنت بعيد، ولكن المهم هو ان البينج يشتغل. الان ساقوم بSSH بيتش واستخدام ادرس اي بي فيرتويل. اوكي، كما تلاحظون الان دخلنا على الاورانج باي مرة اخرى من في بي ان من شبكة اخرى. فاذا كتبت هنا وستون واحد واحد تلاحظون أني على الأدسل الخاص بي، فهذا هو روتور تبي لينك الخاص بالأدسل، وهذه هي الأدرس أي بي الخاصة بالأدسل. رغم ذلك فأنا أستطيع الدخول إلى الأورانج باي من أي مكان في الكرة الأرضية باستخدام هذا الفي بي ان. مرة أخرى سأمر على شبكة 4G أو 72، فأنا الآن على شبكة 4G. ولا زال الربط
يشتغل مع الأورانج باي. الآن فأنا في نفس الشبكة مع الأورانج باي، أستطيع فقط القيام ب 16.0 136، فهذا هو الأدرس أي بي على اللان. فأنا الآن على لان روتور الكات جي. أستطيع أيضا القيام ب اس اس اش 10.2.1.16 باستخدام الفي بي ان. الفي بي ان رغم أني في نفس الشبكة فهو أيضا يدخل، أو تغيير الشبكة نهائيا والمرور على الأدسل فهو لا زال يشتغل كما تلاحظون. أنا لازلت قادر على الدخول لخادم الأورانج باي من أي مكان في الكرة الأرضية. هو بطيء نسبيا لأننا ندخل من شبكة أخرى، كما تلاحظون في الأمور فهي تشتغل بنجاح. في هذه المرحلة الثانية سنتعرف إلى كيفية توليد المفاتيح. ندخل إلى OTC-Tink، ندخل إلى البروفايل 100 الذي قمنا بإنشائه. كما قلت لكم تقومون بإنجاز ملف تسمونه hosts، أمر على الروت hosts، ومن ثم touchtink.conf و touchtink.app بهذه الطريقة. فتدخلون على ملف tink.conf، فالبروفايل سنسميه بروفايل 100 و connect to ARM64. فARM64 هو اسم البروفايل. سأقوم فقط بنسخ محتوى هذا الملف وتغييره تينك اب. سأستخدم ادرس اي بي اخرى مثلا 15، واقوم بسياش مود تينك اب بهذه الطريقة. الان نقوم بتينك دي وكا كي طول المفتاح فهو 2048، واسم البروفايل فهو بروفايل 100. كما تلاحظون الآن قام بتوليد المفاتيح الخاصة بهذا البروفايل. الآن ما علينا سوى إضافة البرايفت كي، فهي 10.2.1.15 بهذه الطريقة. وهنا RSA برايفت كي، فهذا هو البرايفت كي. فالخادم لا يحتاج الى البرايفت كي، يحتاج فقط الى البابليك كي. الان تقومون بالدخول على هوستس والسي اس بي بروفايل الى يور بابليك سيرفر بهذه الطريقه، مثلا يوزر تقومون بتغييرها مثلا OTC-Tink VPN بهذه الطريقة هوستس. يعني وجب نسخ هذا البروفايل على الخادم ونسخ البابليك كي للخادم من مجلد هوست على هذا المجلد الخاص ببروفايل. ومن ثم ما عليكم سوى إطلاق الخادم باستخدام تعليمات تينك CD، واسم البروفايل فهو في بي ان و دي. مثلا دي اذا كنتم تريدون ان يبقى الخادم يشتغل في الواجهة ولا يمر الى الخلفية.
هنا نلاحظ أنه تم إنشاء واجهة VPN وإعطاء الأدرس IP. تستطيع هنا إنشاء عدد لا منتهي من البروفايل VPN، وكل بروفايل فهو مرتبط بشبكة معينة بإعدادات معينة. فأهم شيء هو سكريبت تينك أب و تينك بوان كونف، يعني تقومون بإنشاء تينك بوان كونف هو الأول بعد إنشاء هذا المجلد، ومن ثم تقومون بتوليد المفاتيح. يعني إذا كان هذا الملف فارغا فلن يتم توليد البابليك كي بطريقة ناجحة. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الشرح الخاص بالولوج إلى حاسوب أورانج باي من أي مكان في الكرة الأرضية باستخدام VPN تينك، وشكرا.